بسم الله الحمد لله معكم نور وسرور hajhotels.net بخصوص ماء زمزم. ماء زمزم 5 لتر، 5 لتر مسموح للطيران 5 لتر. كارورة، هذه الكارورة 5 لتر، ومعبى في الباكت، أولا في الباكت، ثم تأتي ب الكرتونة، يعني تأتي في الكرتونة ويضعون في كرتونة، ثم يسمحون بإرسال إلى بلادكم. قبل 10 سنوات نحن كنا نرسل إلى الدول زمزم في كارورات عادية، مثلا 10 كيلو هكذا، 10 كيلو، هذا كبيرة، كارورة كبيرة. ولكن الآن قانون جديد، يقولون 10 لا بل 5، بل 5، يسمحون فقط 5 لتر، 5 لتر، 5 لتر. هذه الكارورة الآن تشاهدون يا إخوة الكرام، 5 لتر، أيوة مكتوب 5 لتر، مسموح للشحن في طيران، ولكل شخص، لكل حاج أو المعتمر يعطون هذه الكارورة 5 لتر. ومن يريد، من يريد للمجموعات، من يريد للبعثات، اتصلوا بهذا الرقم الذي أسفل ونحن نوفر لكم ونأتي بالكارورات، نرتب لكم هذا الماء المبارك، ماء زمزم. بارك الله فيكم، ماء زمزم لما شرب له. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.